لم ينتج المجمع العمومي للنسيج والجلود جيتكس الكمامات الطبية من قبل، لكن بعد تفشي وباء كورونا استنفرت وزارة الصناعة والمناجم هذا المجمع للمساهمة في توفير وسائل الوقاية من الفيروس بإنتاج أزيد من 100,000 كمامة طبية يومياً بعد تسجيل ندرتها في السوق الوطنية. Nous avons décidé de reconvertir nos usines de confection lesquelles nous صنعوا الألبسة حولناهم باش يصنعوا الكمامات. لوبجيكتيف الهدف تاعنا نصنعوا 2 مليون دو بافيت في الشهر. يعني حوالي 100,000 كمامة يوميا، ولكن مع الوقت يعني هذا الإنتاج يطرح تدريجيا، وخذينا تدابير لازمة يعني في المدى الأولية يعني عندنا دركا ستوك اللي نقدروا نصنعوا به 12 مليون كمامة. ضمن خطة تزويد المؤسسات الاستشفائية والمواطنين، سيوزع المجمع نسبة كبيرة من إنتاجه على الصيدلية المركزية إلى جانب توفيرها في السوق المحلية بأسعار رمزية ووفق المعايير المطلوبة. Les bavettes هذو كما قلت سي دي بافيت كي اون فير اوبجي داناليز و دي لابوراتوار دونك كومبيتون دو سي ان تي سي و دو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال دونك ils ont donné des recommandations donc c'est des bavettes qui sont conçues en trois couches donc il y a une couche extérieure 40 grammes par mètre carré nous avons la couche intérieure من الداخل اللي دير 30 غرام بار متر كاري والفيتر الانتيريور سي دو 25 غرام بار متر كاري. وزارة الصحة عطاونا ترخيص باش نبيعوهم لا فارماسي سونترال، ولكن نو زافون دوتر دوموند. كاين شركات وطنية، كاين صيدليات راهم يطلبوا من المنتوج هذا. حنا الكمامات وضعوه في السوق الجزائرية بسعر ما يفوقش 50 دينار اونور تاكس. يأتي توجه مجمع جيتكس نحو إنتاج الكمامات الطبية في وقت سخرت فيه الجزائر مبلغ 100 مليون دولار لتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية والمعدات الطبية بعد تسجيل ندرة في السوق الوطنية لمحاصرة هذا الوباء.